امبارح نادي الزمالك اعلن في بيان رسمي اجراء المسحه الطبيه للعيبه يوم الخميس، وكان مفترض انه يتم اجراءها. عايز اقول لكم خبر مهم جدا. محمد خليفه لاعب نادي اسوان عمل مسحه وللاسف طلعت يعني سلبيه، للاسف ايجابيه، عذرا. الواحد فعلا بيتلخبط. كان الاستاذ طارق رمضان قال سلبيه ايه وايجابيه ايه، لكن للاسف طلعت ايجابيه. طيب محمد خليفه كل قعدته مع مين وكان منزل صور مع مين الفتره اللي فاتت؟ مع شيكابالا، صحاب كل يوم مع بعض، كل يوم محمد خليفه مع شيكابالا، وصاحب برضو صديق جدا جدا لعمر جابر. فانا بتمنى يعني، واكيد الزمالك هيعمل مسحه بعد كام يوم، يعني بكره ولا بعده الزمالك هيعمل مسحه بكره ان شاء الله على اللعيبه ويطمن، وان شاء الله ما يكونش في اي حاجه. لكن كان خبر كان لازم نقوله ان محمد خليفه لاعب اسوان المسحه بتاعته طلعت ايجابيه، وطبعا لسه انا شايف صور بينه وبين شيكابالا في امبارح او اول، كل يوم بيبقى في صور بينه وبين شيكابالا.